نعم استاذ سيمون، في عنا الخماسيه، في عنا ابو فهد، في عنا لودريان، في عنا هوكستين، في تنسيق بيناتهم ولا كيف؟ خلينا نقول يعني في مركزيه اخر شيء ايه. واضحه، يعني قطعت خماسيه بخماسيه بشويه خلافات. كان في كلام انه يجب تقليص عددها، يعني هلا اليوم عم ينحكى يمكن يضبوا يعني يوسعوها اكثر، بس في كلام انه كان في خلافات. اليوم واضحه انه بلبنان تركب التسويات بمرجعيه اساسيه هي اسمها واشنطن، امريكا، ايران والسعوديه. هذا المثلث يعني هو اللي ياتي بالتسويه على الساحه اللبنانيه اذا كانت تسويه متفاهم عليها. يعني هذا الموضوع اليوم بعد ما توفر موضوع النظره مشان الامريكيه تجاه المنطقه، مبين اليوم انه مش ما في اهتمام بموضوع لبنان. السعوديين اليوم حطوا مواصفات وعم بيعدوها دائما، انه اللي حكى عنه ولي العهد مع محمد بن سلمان مع بايدن ومع ماكرون، انه في قواعد للمواصفات. الفرنسيين قدموا باتجاه السعوديين، كمان القطريين عم بيقولوا نحن متفاهمين، بمعنى يعني الموضوع في عنده يعني ثلاث مركزيات ما فينا نطلع منه. هيدا الموضوع بعد ما اجى وقت لبنان اليوم بتوازنات المنطقه، حكينا بالبدايه عنه. بعد الفاصل الاعلاني بدي اسال الاستاذ غسان حصباني يلي اجى امبارح من واشنطن وكان عندك لقاءات، حنحكي عن اللقاءات الاقتصاديه مع صندوق النقد باخر الحلقه لما نحكي عن الموازنه وعن الوضع المالي والنقدي، بس ايضا كان في عندك لقاءات سياسيه، بدي اعرف شو الجو السياسي هنيك مباشره بعد هذا الفاصل الاعلاني. نتابع هذا الحوار مع ضيوفي، عضو كتلة الجمهورية القوية غسان حصباني، أمين سر اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن، وناشر موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل. من زميلكم دكتور قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير بيقول بمسي عليكم وبيقول أنه يوم دعا الرئيس بري للحوار لم يكن هناك تمسك بأي اسم بل حول مواصفات ومعايير قد تنطبق على شخصية أو أكثر، فما يتم التفاهم عليه نذهب به إلى صندوقة الاقتراع لتكون الفاصل، لكن للأسف البعض رفض منطق الحوار والتلطي حول مقولة أن الدستور لا يقول بذلك، علما أن الدستور لم نصل إليه إلا عبر الحوار بين المكونات السياسية. واليوم المهم القبول بمبدأ التلاقي والتواصل، أكان تشاورا أو تواصلا، وعلينا أن لا نقف عند الشكل خاصة في ظل التحديات والتطورات. هاي موجهة لك أكيد يعني. عظيم، إذا ما في تمسك باسم مرشح فليعلن ذلك رسميا بهذا الموضوع، يبدأ النقاش الثنائي بين عدة فرقاء. نعم. لأنه إذا وصلت الأمور لطاولة حوار حول الموضوع وفرط الحوار وما وصل لنتيجة سيكون التشنج بالبلد أكثر بكثير مما هو لما تصير حوارات ثنائية قد تصل. نعم. إلى نتيجة حقيقية. طيب دكتور رئيس، خبرني زيارتك لواشنطن، اللقاءات يلي لها جانب سياسي، أول شيء أنتم كنتوا وفد لأنه كان في أكثر من شخصية سياسية هنيك، وانحكى أنه في خلافات حصلت بيناتكم، قال هيك انسمع هيك تسرب. لا أنا في كان دعوة لعدة نواب بالشخص شخصيا، دعوة شخصية للناشونال براير بريكفست اللي هو حدث بيصير سنويا يعني. وعلى هامش هذا الحدث بعض النواب يعني عملوا مجموعة مع بعضهم وزاروا بعض الشخصيات، يعني نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، كان في نائب نعمة فريم، كان في نائب علاء عون، يمكن نائب ياسين ياسين نائب ياسين ياسين. نعم. وعدد النواب. لا أنا أسعد درغام كمان، أسعد درغام أنا ما كنت يعني بهذا الوفد، يعني ما بعرف شو صار نقاشات ولقاءات بهالمجموعة هاي اللي كانت، لكن كنت لحالي مستقل. إيه عملت لقاءاتي لحالي فاتح حساب. لا بالعكس. ما بعرف إذا كان في قرار رسمي من مجلس النواب أن يكون وفد نيابي ممثل للبنان بهيك لقاءات، وأن كان هناك نواب تمثل كافة الكتل وإذا كان حتى يعني لجنة العلاقات الخارجية كان لها علاقة بهالموضوع ولا لا. الوفود يعني غير موضوع. أنت مع مين كان عندك لقاءات؟
كان عندي لقاءات بالخارجيه وبالبيت الابيض اضافه لثينك تانكس بالواشنطن انستيتيوت. نعم. كان في مجموعه. بالنسبه للملف اللبناني، ما مدى اهتمام واشنطن بالملف اللبناني؟ وهل عندها اهتمام بالرئيس او عندها اهتمام بال1701 والحدود؟ بالوقت الحالي الاهتمام الاول هو موضوع الحدود لتفادي تصعيد على لبنان. هن على يقين انه الطرف الاسرائيلي عنده تجهيز ونيه باتخاذ عمل بقيام بعمل عسكري. للاسباب اللي ذكرت سابقا انه الهاجس الاساسي عندهم هو ان لا يكون هناك عمليات مثيله للي صار بغزه انه يرجع يسير على الحدود اللبنانيه من الشمال. بدهم تطمينات، وتطمينات ليست شفهيه، يعني تطمينات فعليه على الارض. ما بنعرف ولا في يعني وضوح تام بالوقت الحاضر حتى من الاداره اي شيء ممكن يصير بعد العمل الدبلوماسي اللي عم بيقوموا فيه هلا والمحاولات الدبلوماسيه لحل هالموضوع مع الجهتين. ما في ضمانات، ما في تطمينات، ما في وضوح الا موضوع ترسيم الحدود البريه، النقاش حول الابتعاد عن هذه الحدود اذا رسمت لوضع نوع من التهدئه من قبل الطرف اللبناني. لكن من ناحيه ثانيه كمان ولما تحكي مع عده اطراف بتلاحظ انه وكانه في نوع من ترقب. ايضا ما في ربط بين ملف الرئاسي وهذا الملف على الاطلاق، يعني شغلتين منفصلتين، ملف الرئاسي مع الخماسيه عنده مسار معين، وملف التهدئه بالجنوب مع الموفد الخاص للبنان أموس هوكشتاين. هيدي قديش بتاخذ وقت وقديش بتنجح بعدها ما في يعني ما حدا قادر يحلل لا التوقيت ولا نسبه النجاح تبعها الا ما نشوف المسار تبعه. بالنسبه للملف الرئاسي التعويل على عمل الخماسيه يلي هو لن يفرض اسم رئيس، لن يتدخل بالاسماء، ولكن ايضا يحاولون ان يجدوا قاسم مشترك واليه معينه للوصول الى انتخاب رئيس جمهورية.